صفقتين يمين محيرين جدا في سيراميكا، محمد ابراهيم وصالح، شايفهم ازاي؟ محمد ابراهيم ريسكها اقل، مخاطره اقل، لان محمد ابراهيم نقل الموسم مع المقصه بشكل كويس، فاوريدي خلاص عنده يعني في يعني كانت رجليه في الملعب لما اشتروه سيراميك كليوباترا، فالريسك بتاعها اقل. صالح بقاله اكتر من موسم بيحاول يرجع ومش عارف، لكن انا عن نفسي بتمنى ان صالح يرجع، لان انا دايما بيصعب عليا يكون ما يكون حد عنده موهبه وانا اكون عارف ان هو شخصيه كويسه بس عقليته تخزله. على فكره مشكله صالح، انا فاهم كويس جدا هو بيفكر ازاي، مشكله صالح مش وهو فت وبيلعب، عشان كده انا نفسي ان هو راح مع هيثم شعبان كان مدربه في امبي وهو ناشئ، يعرفه كويس جدا، فهيديله فرصه كويسه ان هو يقف على رجله. المشكله بتاعت صالح الحقيقيه، وانا عارف كويس قوي بيفكر ازاي، وهو لو اتعور، صالح من نوعيه العقليات، وانا لعبت مع لعيبه كده وانا في وقت اللي كنت كده، ان انت لما بيتصاب بيفك. واصعب حاجه في الكوره ان انت لما بتبقى في وقت صعب وان انت تفضل بروفيشنال وان انت تفضل محافظ على وزنك وان انت تفضل بتشتغل على نفسك عشان ترجع تاني، هي دي المشكله الوحيده اللي انا قلقان عليها من صالح. يعني سيف لما بتخش في سن 27 28 وبيبقى لك سنتين ثلاثه ما بتلعبش عدد ماتشات كتيره، بيبقى الريسك دايما ان انت تتعور وتتصاب كبير، لان فاهمنا زوم ولا ما عندكش المخزون البدني في جوه جسمك ان انت تقدر انت تستحمل ضغط ماتشاته كده، دي الحاجه الوحيده اللي تضايقك. لكن انا بتمنى فعلا ان صالح جمعه يلعب كويس ويظهر بشكل كويس، لانه لعيب عنده موهبه كبيره جدا، حرام.